الله تبارك وتعالى من الله ذي المعارج. قوله تعالى من الله ذي المعارج عقب قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله أي هذا العذاب من الله عز وجل ذي المعارج. من الله ذي المعارج، ما معنى المعارج؟ سبق البيان عن أن العروج هو الصعود، وتعرج تصعد، فقيل في ذي المعارج، قيل المعارج السماوات، فالله خلقها وهو فوقها كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال بعض أهل العلم المعارج الدرجات التي فاضل الله العباد بها بعضهم على بعض، فهذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا وضيع، هذا أمير وهذا مأمور، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا دميم وهذا وضيء، هذا ذكي وهذا غبي، هذا طويل العمر وهذا قصيره. فهناك تفاضلات بين العباد. فقال بعض العلماء من الله ذي المعارج، المعارج وجوه الإفضال والإنعام على العباد، فهو الذي فاضل بين العباد ورفع بعضهم فوق بعض درجات، كما قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فوجوه الإنعام ووجوه التفضيل مردها إلى الله. فالوضيع قدر عليه أن يكون وضيعا، والعزيز الذي أعزه هو الله، والغني أغناه الله، والقوي قواه الله. فكل وجوه الإنعام والإفضال من الله سبحانه وتعالى، كل وجوه الإنعام والإفضال إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من يشاء من عباده. فهذا الوجه الثاني لقوله من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج أي هو صاحب وجوه الإنعام والإفضال على العباد. والقول الأول المعارج السماوات، ومنه قولنا للمعراج المعراج، لأنه عرج برسول الله من سماء إلى سماء حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في الحج، أو الصحابة يلبون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، وهذا يؤيد أن المعنى يدخل فيه وجوه الإنعام والإفضال على العباد. كانت هناك تلبيات للصحابة ورسول الله لبى ببعضها، فكان منهم من يلبي لبيك إله الحق لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كذا كان البعض يلبي. ومنهم من يلبي بقوله لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. من الله ذي المعارج الذي يؤيد أن المعارج هنا السماوات، وأنه ربنا الذي خلقها وهو فوقها،